عبر الهاتف الأستاذ أحمد الراشد رئيس مجلس إدارة نادي الفتح. أهلا بك أبو راشد. مساك الله بخير. هلا أخوي، مساء النور، مساء الوطن، مساء الولاء والانتماء. يا هلا وسهلا. أكيد إحنا طبعا يعني يوم جميل، يوم سعيد أكيد، وإن شاء الله يدوم الاستقرار والأمن في هذا الوطن المعطاء. اللهم وأكيد إحنا نرفع طبعا أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين مالكنا الملك سلمان وسمو ولي العهد الامير محمد بن نايف وسمو ولي العهد الامير محمد سلمان. واكيد انها طبعا يوم 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 مهم جدا، وان شاء الله الايام تكون دائما الافضل في هذا الوضع اللي طبعا الواحد يشوفه في المنطقه اللي حولنا كيف صار الامور. لكن الحمد لله قيادتنا رشيده، امورنا دائما افضل وراح تكون مستقره وممتازه ان شاء الله باذن الله. استاذ احمد، انت كنت مع رؤساء الانديه اللي استقبلهم الملك، كيف تصف لنا هذه اللحظات الابويه ما بين قائد البلد مع الوسط الرياضي مع رؤساء الانديه، توجيه الكلمات، القرب منهم، الاهتمام بها بالشباب، بالانديه، بالرياضه؟ والله شوف، عودتنا قيادتنا رشيده دائما الاهتمام بالشباب ودعم الرياضه ودعم الانديه. طبعا الانديه في النهايه هي معنيه برعايه الشباب في كافه الانشطه والرياضه المختلفه. جميل. فاكيد ان دائما قيادتنا دائما حريصه كل الحرص ان تكون في تواصل، في ترابط كبير ما بين القياده وما بين الشباب. والحمد لله يعني اكيد ان كانت توجيهات كريمه، واعتقد ان يعني الامور يعني كل ما لها وتزين الحمد لله، بغض النظر عن كل الامور قاعد تصير حولنا هذه المنطقه. جيد. شكرا لك الاستاذ احمد الراشد رئيس مجلس اداره نادي الفتح، كنت معنا متحدثا حول هذه الذكرى.